نجحت عناصر من القوات البحرية في إنقاذ مركب للهجرة غير الشرعية على متنها 45 فرداً على مسافة 96 ميلاً بحرياً من السلوم، وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتقديم الدعم والإغاثة لأحد المراكب التي كانت تقوم بنقل أفراد لغرض الهجرة غير الشرعية بعد ورود بلاغ استغاثة منها. وعلى الفور قامت القوات البحرية بدفع وحدة بحرية من قاعدة 3 يوليو مجهزة بجميع الاحتياجات الطبية والإدارية لتنفيذ أعمال الإغاثة والإخلاء لأفراد المركب، حيث تمكنت من إنقاذ عدد 45 فردا مصريي الجنسية، وتم تسليمهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.